إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، تقبل توبتنا واقصِ حوبتنا واشف صدورنا وأهل قلوبنا وحصن فروجنا وارحم أمواتنا واشف مرضانا واقض ديوننا واهد ضالنا وألم أمننا وانصر جنودنا وأصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ولي عهده. اللهم وفق ولاة أمرنا وخذ بهم للبر والتقوى. اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم جازهم بالخيرات على ما يبذلونه من خدمة الحجاج وخدمة الحرمين الشريفين. اللهم اجعل موازن الخيرات لنا مربحا ومبنى وأوقات البركات والنفحات إلى رحمتك طريقا مسلما. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عيد مبارك بھائی جان. تعالی بھائی نان کا